كرم وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين ومفتي ديار المصرية الدكتور شوقي علام والدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف كرموا الأئمة والوعاظ وأمناء الفتوى الذين اجتازوا دورة تدريبية لتنمية المهارات الإعلامية. ووجه وزير الأوقاف الشكر والتقدير للرئيس السيسي على اهتمامه برفع مستوى الأئمة والوعاظ وأمناء الفتوى، مؤكدا أن هذه الدورة تهدف إلى رفع كفاءة الأئمة والوعاظ وأمناء الفتوى في مجال الخطاب الديني عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن الوزارة بصدد تنظيم المزيد من هذه الدورات بتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام، وأن تنمية المهارات الإعلامية لواعظات الأوقاف وواعظات الأزهر الشريف وأمينات الفتوى بدار الإفتاء المصرية ستنطلق يوم 26 من نوفمبر الجاري. وفي تلك الدورة التي انتهت فعاليتها اليوم وضمت 28 من الأئمة والوعاظ، قامت الهيئة بتوفير كافة الإمكانات اللازمة لتدريبهم داخل الاستوديوهات على فنون الإلقاء بالصوت واكتساب مهارات الحديث والارتجال وتدريب عملي على المقابلة التلفزيونية والإدارة الحرفية للوقت على الشاشة والتعرف على أشكال البرامج والمداخلات والمناظرات، وتم عقد العديد من ورش العمل والتطبيق العملي داخل الاستوديوهات الوطنية للإعلام بشكل مباشر. نشكر الهيئة الوطنية للإعلام ومعهد الإذاعة والتلفزيون وكل من قاموا على هذه الدورة، وإن شاء الله بإذن الله بننسق مع السيد رئيس الهيئة الوطنية لأن الدورة دي إن شاء الله تكون دورية كل شهرين، ويشترك معنا من يرشحه سيادته من الهيئة الوطنية أو من المعهد لاختيار المتدربين في الدورات القادمة إن شاء الله بإذن الله تعالى. لا يمكن أن يتم عمل متقن إلا ببناء القدرات لذلك الإنسان، ومن هنا وجدنا توجها قويما وقديرا نحيي عليه الدولة المصرية في توجهها الحديث نحو بناء الإنسان قبل البنيان ومع البنيان. وجدناها أنها تعتني بالعلم وتنمية القدرات ورفع الكفاءات لدى الطوائف عامة، سواء كان في مجال الدعوة أو في الإفتاء أو في الوعظ أو في المجالات الأخرى من التعليم والإعلام وغير ذلك.